الشيطان لبني آدم، وهذا من معاني قول الله الشيطان يعدكم الفقر. إذا جاء الإنسان ينفق يخوفه الشيطان من الفقر فيحجم عن العطاء، ماذا يخسر؟ يخسر هذا العطاء الذي في الجنة، لا إله إلا الله. لكن إذا أنفق في الدنيا ابتغاء وجه الله، إنما نطعمكم لوجه الله. ومن عرف عظمة الله استحيا أن يشرك مع الله غيره. وأنا سأحاول أن أقرب هذا المفهوم للناس. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. يكون لك ابن، وهبه الله جل وعلا صفات كمال عظيمة، لكن وأنت تحتاجه، ثم قررت أن تسافر. وأرجو أن يفقه هذا المثال. إذا قررت تسافر تقول أنا الآن هذا الابن أعرف أنه يسد، لكن هل أجعله عند أهلي أم أخذه معي؟ فإذا أخذته معك نفعك وبعون الله أغناك، لكن أين صار النقص؟ في الأهل، أصبحوا بدون هذا الابن. وإن أبقيته سد عنك أهلك، حاجة أهلك، لكن بقيت حاجتك أنت ناقص. فالابن هذا كمثال، قسها في أي شخص سد شيئا لكن لا يستطيع أن يعني أن يقوم بالأمرين معه. واضح؟ نحن نقول إذا سافرنا كما علمنا نبينا عليه السلام، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. الله أكبر. هذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه، أن يصحبك في سفرك ويخلفك في أهلك، لا يقدر عليه إلا الله سبحانه. ومع هذا الله خير لأهلنا ونحن معهم، وخير لنا من أهلنا، خير لنا من أهلنا. إذا عرفت عظمة الله هنا، هنا يأتي قول الله إنما نطعمكم لوجه الله. من عرف عظمة الله استحيا أن يشرك مع الله غيره، استحيا يوما أن يقف في صلاة، أريد أن يزكي، يتصدق، يعطي، يمنع، أن يجعل مع الله جل وعلا ندا. لما؟ لأن النقص الذي كنا وجدناه قبل قليل في المخلوقين منتف كمال النفي عن الله جل وعلا، منتف كمال النفي عن الله جل وعلا، فلا حاجة لسد النقص، لأن وجه الله أكرم الوجوه وعطيته أحسن العطايا، واسم الله أعظم الأسماء.